إحياءً لقسم الإمام السيد موسى الصدر في مدينة صور، أقامت حركة أمل إقليم جبل عامل مكتب الشباب والرياضة مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، بحضور النواب الدكتور أيوب حميد، علي خريس وعلي بزي، وحشد من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية والتربوية والبلدية والاختيارية وحشود طلابية. موسى الصدر للوطن كان، للمجد كان، وتبدأ قوافل الضوء بحثاً عن سماء. موسى الصدر كنا نسارع الصلاة بعدك، نأم الحرف ينتفض النخيل كي نتوارث رعشة صوتك الأبدي جيلاً بعد جيل. عم يزرع صوت الحق الفارض فر عالدنيا تسمع، كل يوم بتخلق بالأرض أعمل. عم كلمة حركة أمل ألقاها الدكتور أيوب حميد الذي استذكر الشباب الذين وقفوا في وجه العدو وكل من كان ينظر إلى غد أفضل. نستعيد تلك المرحلة التي جسد هؤلاء الشباب بعضا منها في آمالهم، في تطلعاتهم من أطياف الوطن كافة، فلاحين، عمالا، شبابا، مقاومين، أمهات وآباء، كلهم كانوا يتطلعون إلى غد أفضل، إلى تغيير حقيقي، إلى سعي ليكون لبنان الذي هو فعلا وقولا هو ملتقى ديانات السماء، وهو فعلا وقولا منبع الحضارات ورقي الإنسان وإشعاع الشمس على هذه الدنيا بما حمله إنسانها الأول من صور ومن جبيل ومن أعلامنا إلى المعمورة كلها، حملوا إليها العلم والمعرفة والتنوير، لا التهجير ولا التكفير ولا الترهيب، بل تبشيرا بالإنسان وبكرامة الإنسان. هذا المستخلف في الأرض، هذا الذي أراده الله له أن يكون حرا وكريما وسيدا، وأن يكون قادرا على أن يستمر في وطنه، يستشعر المواطن الحق دون أن يكون في تهيب برضا زعيم أو غير ذلك أو غير ذلك.